يلا موجودين؟ موجودين. عائلة بعائلة؟ الاسم؟ نريمان. نريمان كلها لا. الاسم؟ زهراء. أسيل. 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 زهراء. نريمان. أنا طبعاً شيف عباس وأيضاً وليد صيهود. أهلاً وسهلاً. أنت راح تنافسيهم؟ أنا ما عرفت. أنا أسيل. أسيل. زهراء. زهراء. شو صار منك؟ بتي. أم زهراء. أم زهراء. أم زهراء. ونريمان. ثلاث فقرات. أول فقرة مع شيف عباس. أوكي؟ تمام. أوكي. شيف عباس شنو الفقرة اللي نحضرها؟ فقرة شوي أنا أبو على ظافرة. يلا. خافين على ظافرة شو يقول؟ لا ما خاف على ظافري. تفضل. بس عندي تكشير برتقال. زين. تكون واحدة بوحدة. عفوا بس شو ضجت يعني بس قال يعني على ظافر مو عنده فقرة هو. كلام مو منطقي يعني ترى. لا 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 مو قصده. شالي هالأظافر. لا مو جزء لها ربط بالفقرة اللي هو ده يسويها. وجزء أنا أصلا ما لي علاقة بالطبخ بس مجرد أريد أشترك وياكم لأن أحب البرنامج. هي أكيد هي خوش جاوب الجواب وجزء ما تربح ويانا بفقرة الطبخ. ليش ما تقدر؟ شو انت من البداية هاي شنو هاي؟ وانت ما تقدرين قلت لك على مود انا ما اسمح بهيك شيء. لا لا بس اسمحين احنا على الهواء ترى هذا لا انت هم ارجوك رجاء واذا ما على الهواء شنو الهواء يعني؟ بس اوكي اوكي العالم مثل انت معلش اوكي عندنا بهارات راح تشتمل بهارات بهارات يقول اوكي اوكي بهارات شنو بهارات؟ شنو بهارات؟ لا عاد هي هاي الفقره مال اظافر ما وضحت انت شنو هي؟ كان بها تكشير البرتقال اي كل من يعطينا نص برتقال لا ليش غيرت البرتقال؟ فقلت خاف ما بس ليش لغيتها؟ ليش لغيتها؟ استمر بها؟ لا مو انا ما دافتم ليش لغيتها وحولت على غير فقره؟ مو اخاف يعني ما يردون يقشون البرتقال لا اوكي انا اكيد ما قشر البرتقال اني اوكي خلاص زين اكيد يعني اذا احنا لازم نقشر البرتقال لا بس دقيقة ما احنا على الهواء مباشرة هذا ما بيه تسجيل يعني بس على كيفك بس على كيفك احنا في برنامج لايف الناس كلها تشوف احترامي للناس اكيد بس اني هذا الشيء ما اقدر اسوي ما متمكن عليه نريمان احنا لو شاركين بالمنافسة وتنافسين يعني ما حد يسوي وياك شيء ده يقول لك ده يشوف اظافرك انه تقدرين تقشرين لو لا عباس مو هذا كان قصدك؟ اي يعني يعني خاف يخافون عليها اي يعني ما يقول يعني اي ما انت بالفقره يلا نبلش بالفقره اللي بعدها اوكي عندنا نبلش بالفقره تشيل برتقال قاعد اشوف كل واحد برتقاله وكل واحد يعطينا نص اوكي شنو هاي اوكي هاي نفس الفقره مال نفس الفقره ما اقدر انا راح نبلش اوكي عباس قول ما اقدر اوكي بلشنا يعني اكو كم اشياء ليش قبل ملح وكركم وما ادري شنو ليش انا برتقاله لو هي هديه متقصدني انت على مود اظافري اوكي تمام لا بهارات ما اقدر شنو هاي دا اقول لك ما اعرف اطبخ مو عباس مو احنا هاي فقرتك انا يعني ما اقدر اتدخل بيها انت وياهم انت موجود احنا موجودين معزوفه نعم انت معزوفه لا مو لازم تكمل فقرتك حتى احول كم بس كملوا لي ما طبخ لا هو متقصدني مبين عليه وش دعوه هيك كارني بعدين هو عباس دقيقه بس احنا على اللايف على اللايف على الهواء دقيقه رجاء ارجوك اسكت شنو برا الهواء يشر لي تليفونك شنو هاي جازوز متزوزة ها؟ متزوزة تعرفها؟ أنا ما أعرف على العموم يعني شو تقول لها؟ شو تقول لها؟ توجه لها كلمة فقرتك هاي عباس والله كيفها بقت هي يعني هي بقت والعالم الجمهور اللي يتابع ويشوف يعني معقولة يقول لك ويتشي كنت تتفاوى منها؟ أنا كنت فيلم أطبخ أتصور مو؟ دقيت عليه وجهت كمان جاوب احنا بالمباشر يا أوكي أوكي يعني هسه شنو يعني؟ أنا عندي ربحت من النقطة الأولى طقيها حتى تبطل تسوي مقالب وياي صفقولها مقلب من عمر محمد وفي برنامج حظك بيدك بالاتفاق مع المخرج وعلى الهواء مباشرة بشيف عباس صفقولها صفقولها ترى عرق انا كم مرة اقول لك بس توكلني لمندوزي ليش ايش راح اسوي فيك؟ حياتنا نريمان عاشت فيك. اشكركم. شوف العباس شو بعد ايش فيه؟ اتشرف بك اكيد انا اسفه والله ادري انك يوم فقير قدرت هذا الموضوع. لان انت ما رجيت في المطبخ يعني معقوله تتواجد هنا؟ حبيبي ما شاء الله ضام لك واحد. شو تقول لنا؟ والله كان خوش تمثيل حلو. طبعا مشاهدينا عباس لا انا قلت يعني صدقت ان شاء الله جديه بس عباس خليه يولع والله والله قلت يعني طبعا مشاهدينا ومتابعينا احنا دائما متعلمين
انه المقالب اذا كانت تصير تسجيل ومونتاج، لكن اليوم كانت رشاد فضائيه اتفق كلها على عباس انه نسوي به مقلب وعلى الهواء مباشره حتى يكون غير قابل للمونتاج، لذلك عباس اليوم يعني وقع بيها وهي مو تزعل انا اريد شويه حماس. يلا صفقونا العباس اخر مره. تحياتنا لك وشكرا لك مره ثانيه. شرفتي ابدعتي حبيب قلبي. مع السلامه. باي باي. اذا احنا اسفين اخرناكم بس هو وكلني لمندوزي. وكلني لمندوزي فقلت له انتظرني عبوسي.